اللهم يا عالم الخفيات، يا رافع البليات، يا كاشف الهموم، يا فارج الهموم، يا حي يا قيوم، يا ربنا يا ربنا يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء، اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا رب العالمين، اللهم اصرف عنا هذا الوباء يا رب العالمين. اللهم إن عز الدواء وعجز الأطباء فأنت من ينزل الداء ويأذن بالشفاء إذا شاء. اللهم اشف كل مصاب ومحجور، اللهم اشف كل مصاب ومحجور، اللهم اشف كل مصاب ومحجور، وعظم لهم المثوبة والأجور. اللهم أنزل في قلوبهم الطمأنينة والسكينة والرضا، والرضا بالقضاء يا رب العالمين. اللهم لك مقاليد السماوات والأرض، سبحانك اللهم. اللهم لك خزائن السماوات والأرض، سبحانك اللهم. اللهم بيدك مغاليق الشر والخير ومفاتيحهما، سبحانك اللهم. اللهم يا من بيده، اللهم يا من بيده مقاليد الأمور وإليه ترجع الأمور. اللهم ضاقت على عبادك الصدور والدور، وأنت يا حي يا قيوم الغفور. اللهم يا حي يا قيوم، اللهم افتح لنا مساجد أغلقت، اللهم افتح لنا مساجد أغلقت وأبوابا أوصدت. اللهم اللهم لا تحرمنا ما خولتنا من النعم، اللهم لا تحرمنا ما خولتنا من النعم، ولا تسلب ما أوليتنا من جليل الكرم، ولا تنزل علينا البلاء والغضب والفتن والنقم.